خلونا نجدد الترحيب بضيفنا العزيز الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني العام لأهل التنموي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. وكنا بنقول بقى إيه، احكي لي الحدوتة بتاعة المشروع اللي بتعملوه لتعزيز الحرفة التراثية واليدوية. قلت لي أنا هقول لك كل حاجة. حلو، احنا وصلنا دلوقتي إن أنت محتاج إنك تبدأ تشتغل وتبدأ تعزز من إعادة الاستفادة من توحيد الجهود، التجربة اللي تمت في التحالف الوطني. نوسع شوية، رئيس الجمهورية قال توحيد جهود، متكلفش بس وزارة التضامن، قال لك التنمية المحلية لأن عندها قواعد البيانات اللي موجودة في المحافظات، قال لك كافة الجهات المعنية لتيسير الاستفادة من القوة والخبرة الموجودة لدى السيدات في المحافظات المختلفة. الست المصرية أعتقد في الجمهورية الجديدة واخدة حقها بزيادة، في اهتمام القيادة السياسية بشكل واضح، في تركيز كبير على تعويض ما فاتها من تناسي أو تجاهل على مدار سنوات، فأصبح ليها دور، ودايما أنت بتشتغل معاها لأن هي الفئة المؤثرة في الأسرة المصرية. فلما أنت تبدأ أنك تستثمر فيها وتبدأ أنها تشارك وتكون عنصر أساسي في ملف التمكين الاقتصادي، حال البيت كله هينصلح، فحال المجتمع هينصلح. الست هي وزير مالية البيت، وعندنا الستات المصريات اللي موجودين كمان في أقصى الصعيد، هم بالفعل هم صناع القرار الحقيقي. ده حقيقي، محدش يقدر ينسى نموذج فاطمة علبة اللي كان موجود في الوتد، محدش يقدر ينسى نماذج كتير موجودة. إذا كان الراجل اللي باين قصاد الناس بره هو موجود وهو عمود البيت، الست جوه هي اللي بتربي وهي اللي بتعد وبتأهل وبرضه هي اللي بتمشي الدنيا. خلينا نقول إن احنا النهارده ممكن نعمل إيه في المشروع ده. عندنا احنا مش هنشتغلها مركزي، احنا نشتغل بنظام اللامركزية. مجالس إدارات موجودة في كل محافظة تتكون من مجموعة من أصحاب الخبرات، من رواد ورائدات أعمال، جمعيات المستثمرين، أصحاب الخبرة في ملف التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطوير من ملف الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بما يتناسب مع هذا العصر. أيضاً مجموعة من التنفيذيين وصناع القرار هيشكلوا مجلس إدارة في كل محافظة، هدفه دراسة مكامن القوة اللي موجودة في كل محافظة، وأيضا فرص الاستثمار والتعامل بشكل جماعي. فكرة أنا مش هشتغل بالنظام القطاعي، فكرة أن الفلاح، لو هنيجي نطبق على فكرة الفلاحين، الفلاح اللي بيبيع زرعته لوحده ما بياخدش سعر زي النهاردة الزرعة الجماعية. اي حد النهارده الجمله غير القطاعي. فلو انت النهارده المحافظه بتتحرك بشكل جماعي، عندي هنا ده متخصص في الكليم، ده في الصناعات الزجاج، ده النهارده في الحلى، ده في الفضيات، ده كل واحد النهارده عنده حاجه. تخيل كده مجلس كامل موجود في المحافظه بيتحرك وبيبدا النهارده بيشتغل. ده تراثنا اللي العالم كله النهارده عاجبه المعرض وبيستناه ان هو يبقى موجود. فكره تراثنا لما تتوطن في المحافظات المختلفه، يبقى عندي معارض موجودة داخل المحافظات، أنا بنقل كمان فكرة السياحة وفكرة الاستثمار والتجارة من المركزية للامركزية. الناس كلها فرحانة بمهرجان المانجا في إسماعيلية، عجبهم الفكرة. فدي النهاردة نقطة ما هي ممكن تتطبق في محافظات تانية بنقاط مختلفة. اتجاه الدولة المصرية لفك الارتباط بالعاصمة القديمة اللي هي القاهرة، والاهتمام بالمناطق الأخرى الموجودة على مستوى محافظات مصر. مصر 28 محافظة مش محافظة واحدة. لما الناس كلها دلوقتي مركزة على العالمين ومهرجان العالم عالمين واللي بيحصل دلوقتي واللي واخد جزء كبير، واللي أسكت وأخرس كتير اللي قالوا إن في دول جنبينا سحبت البساط ولن يقوم للسياحة المصرية أو النهاردة الفن المصري قومة أخرى. خفيف خفيف كده يعني، بس لازم يعني نعدي على الحتة دي. ربنا يهدي ربنا يهدي. عندنا النهارده حتة تانية مهمة في فكرة انك تبدأ تركز. اسماعيلية النهارده فيها مهرجان اسماعيلية موجود، نيتها كمان انك تبدأ تشتغل كمان في النقاط المختلفة، مهرجان التمور في سيوة. فلما انت تبدأ مثلاً تركز على هذه النقاط هيفرق كتير قوي. احنا هدفنا ما نخليش النهارده لا ست ولا راجل يستنى ان هو المعاش اللي هيجيله اللي بيقول ان هو ما بيكفوش، لا احنا مش هندي النهارده معاشات. الاستدامة في تطوير الحقوق الاقتصادية والتوجه نحو التمكين الاقتصادي ده الأهم. ده اللي احنا بنشتغل عليه، عشان كده كل الدولة النهاردة بتتحرك في هذا الملف.
ما اعتقدش بعد دعوه السيد الرئيس النهارده حد تاني ممكن يقول لك لا استنى طب نشوف النهارده اصل احمد بيه مش موجود عشان يمضي وعلي بيه. اعتقد الموضوع ما دام عفيفه اللي في الدور الثالث مش هتبقى موجوده شويه في الملف ده. هنتكلم النهارده في تحركات هتسهم فيه ان المواطن المصري في اقصى جنوب الصعيد يقدر يكون مساهم رئيسي في عمليه التمكين الاقتصادي في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه اللي ما عندناش فيها رفاهه الانتظار ان احنا نبني مصانع ونستنى دوره راس المال بشكل كبير. انت محتاج تدي معالجه سريعه للمريض قبل ما يستنى الجراحه اللي ممكن لو انتظرها للاسف يفقد حياته. ربنا يسترها. انا مبسوط ان احنا اتقابلنا حقيقي بجد يعني. وبشكرك جدا يا دكتور. كل الشكر للدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري. واقول لكم الباقي طيب. ورئيس وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ورئيس اللجنه الاقتصاديه بالمجلس القومي لحقوق الانسان. المساله مش بس في التايتلز دي، المساله كمان في المخ والدماغ وفي التوجه والروح المصريه الوثابه. هو قال جمله دلوقتي ب 900 مليار جنيه. ايه هي؟ مش هقول لك، دور عليها في الفيديو لما ينزل على يوتيوب.